سانتو. وراب أو طيب سانتو. طيب سانتو هل تفعل طيب؟ ما أنصح إني أجاوب على هذا السؤال. من زمان من زمان أنسى من الصغر. فا ما اقترح إن أخلي عندي أي إجابة. خلت شيء خلت شيء. أنت شو رأيك؟ والله الناس المجتمع يشوف في هالزمن إن الطيبة عيب أو الطيبة سوى شيء غير مباح أبداً. أنت طيب معناته ضعيف. هل أنت وياه شيء؟ صار النظرة العامة يعني مو بالنظرة الصحيحة. إذا واحد يشوف بهالمنظور اللي قلت لي أنه هذا غباء الصراحة يعني. فا I don't care يعني واضحة الطيب طيب والغبي غبي والشرير شرير والطماع طماع وإلى آخره يعني. فا I prefer to be طيب يعني. That's the way. ولا مرة جاوبت هالسؤال حق حد؟ والله دائما يسألوني السؤال وأشوفه سؤال كرنج الصراحة. أنت طيب ما أنت طيب وهذا يعني أقول لهم يعني ما قدرتوا تحطوا في بالكم إن حتسألني هالسؤال من قبل يعني. نفس أي شيء ممكن أنت تسأله واحد أول ما يقول لك عن شيء ولا شكله ولا اسمه فلازم تتوقع أن السؤال هذا نسأله يعني 20,000 مرة. صح. فأنا أحب إني أتجنب أسأل نفس هذه يعني cause I'll be like إذا أبغى أسأل بقول له أكيد سألوك 100 مرة هذا كذا بس عشان أكسر الحنك ولا أكسر to break the ice you know with the person. وبس يا مان بس يا عبرو شو تبغى؟ لازم تكون طيب يعني. شو تبغى؟ تكون حيوان قليل أدب؟ لا بس هالشيء مرتبط باسمك. اسمك طيب سانتو. والله هم سموني يعني أنا مو بطيب 100%. أيوة فاهم. أنا سموك طيب على أنك طيب ولا لا لا لا, 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 لا سموني طيب لأن كتمني المفروض كان اسمي موسى. بس جدي الله يرحمه قال الله حق الوالد يعني سميه على اسم أخوه because he was more handsome in the village. So it just made sense. I think he predicted يعني هو كان يتوقع إن أنا أطلع handsome. ف no, that's fact. أشكره يعني. أخوي الصغير اسمه موسى ف okay. Yeah man. بس بعد اسم موسى يعني وايد حلو. You feel me. وش السبب إن أنت كم من مرة غيرت اسمك في السين يعني؟ يا أخي أتوقع جيرني في الأخير فاهم. أنا كان اسمي زمان ليل سانتو. أوكي. بعدين دوس سانتو. بعدين سانتو دي مونكي. كنت دائما أبغى أخليه يونيك لما كنت لما كان ليل سانتو ولا دوس سانتو كان إذا تكتب سانتو يطلع لك برازيل وشي سانتوس وسوالف فاهم. فا I was trying to أخلي نفسي مور يونيك يعني في الريسيرش إنجن والآخري. فحولت على سانتو دي مونكي أو إذا بتكتب سانتو دي مونكي بتلقاني. صح. طبعاً لأن له إنفلونس بالوان بيس وهالسوالف كلها. وفي نفس الو إيه لا لا المونكي مالي كان بعدين بس إن في الأخير رسيت على طيب سانتو لأن مور إليجنت ومور يونيك وفيه الاسم ماي اسمي أنا الحقيقي وفيه سانتو يعني الكاركتر مالي ولا الألتر إيجو اللي تسميه. وبعد إيزي أنت ما بتقول لي سانتو دي مونكي ما بتذكرني من بعيد سانتو دي مونكي بتقول لي سانتو في الأخير حتى لما كان اسمي سانتو دي مونكي الناس تقول لي سانتو. فبس إذا طيب سانتو people يقدروا بيذكروني طيب سانتو طيب أو سانتو بيقولوا الاثنين أو يقدر يقولوا طيب سانتو it's easy you know it's easier واثنين syllables أحسن من ثلاثة. صح. ده مجال الأسامي. كيف بدايتك المجال؟ بدايتي في المجال أيوه. بدايتي كي تقريبا كأي واحد هني من الشباب اللي تربوا في الإمارات أيام زمان مدرسة في الشارع في القصبة بتصير برا الشباب يسمعون راب الإمارات يعني. لأن هاي كان represent us you know mentality وهو كان بالنسبة لنا جامد تسمع راب يعني قوم دنجور ولا راب رهاب ولا أبو ديكس. حتى مهما كانت الوجهة النظر حاليا عن هاك الراب بس زمان هذا كان أقوى من إنك بالضبط. تسمع 50 سنت الصراحة فوقتها أيوة كان بابلك برو كان وايد فأنا سمعت راب الإمارات وكنت أدخل منتديات قبل زمان وهالشي جذبني قبل ما يجذبني يعني راب الجزائري ولا غيره لأن هذا اللي كنت أسمعه وكنت أفهمه
هالكلام متى كان؟ ها فبس من هاك الوقت يعني دخلت المنتديات وكنت مع الكوميونتي وات سام بوينت يعني فكرت اني بغني هالوقت هالكلام 2010 تقريبا. اوكي كتبت حتى كنت اكتب اتذكر اول مره كتبت تلفون نوكيا تشي تدوس ثلاث ارقام اسب تطلع حرف فاهم صح. وبعدين 2010 قمت اكتب في المايكروسوفت في الكمبيوتر وسجل شي بالدسة في البيت في الصالة طبعا ميكروفون اي كلام وهذا. بس تقدر تقول الراب الخليجي هو كان اللي حمسني وهو اللي الهمني. شو الدافع اللي خلاك انت كطيب تبى تبلش في الراب تبى تغني تبى تطلع؟ I like it. عجبني. هل شفت انه هو يوصفك او like it present you هاك الوقت ما فكرت بها فيها الطريقة بهالعمق. كل فكرت فيه انه أبغني. It sounds cool. أبغني خلاص يعني like لأن هاي الطريقة اللي أتكلم فيها okay. أنا أتكلم نحن نتكلم بهاللهجة نتكلم so it's fun إنك تحط هذا على إيقاع على بيت وهذا yeah. هذا كان الدافع ذاك الوقت. وفي نفس الوقت يعني 2010 لا 2011 أتذكر أن كنت بعدني ما غنيت على المسرح ولا مرة ولا أي شيء بس yeah. أنا كنت أشوف Arabs Got Talent okay. yeah. فكنت دوم خاطري أن أصير Arabs Got Talent yeah. ف أتذكر أن أنا وواحد من شباب إيمان مأمون جي تو أوكي. رابر من عجمان ما أعرف إذا تعرفونه جي تو صرت كلمته قلت له في تي أوديشن وهذا وتبى تصير وياي فصرنا أنا وهو وكانت أول مرة يعني أدخل المسرح. قبل ما أصير كنت قاعد أتخيل عمري على المسرح كنت أتحرى أنه بقابل قوم نجوى كرم وهيلة فكنت أتخيل الكاميرا أتي من الطرف وهالسوالف كنا ميوزيك فيديو إيه. فسبحان الله يعني من هاك الوقت أتذكر أنه كان عندي هذا الحب أنه أكون behind the camera قدام إيه. الكاميرا وأنه إيه. يبرفورم وهذا بدون إيه. ما أفكر فيها بعمق بس هذا اللي كان في بالي قبل ما أرقد طول اليوم هاك الوقت أوكي. فصرت وغنينا وانت مو مطردنا بس انه يلا هي هي أوكي. كانوا فيه ثلاثة انا كانت جامعة الامريكية في دبي أيوه. هالكلام أيوه. وبس يا مان عندي حتى فيديو لين يومك من تصوير بلاك بيري الله لا يراويك يو نو ويا ستيكر مال هذا تيشيرت أيوه. خايس من سبلاش يلا استغني بس مخللنا يعني ذكرى بالضبط صجي يراويني لما ترجع تشوف هاي الفيديو هالصور شو الشيء اللي تحسه شو الشيء الاحساس اللي كما تشوف الشيء القديم ثقة بالنفس ان انا سويت هالشيء إيه؟ انا الحين في ناس يقابلوني من شتى المجالات ولا من شتى الاماكن شخصيات مختلفه إيه؟ كبير صغير حريم اطفال إيه؟ ويشوفوني the way they see me كل واحد يشوفني ممكن انا سوبر ستار ولا صح. انا شيء ولا يشوف الموهبه انت تمثلك حلم هو يعني قاعد يشوفك قدامه في الواقع حلم هو يحلم فيه هو قاعد يشوف قصدي انه هو قاعد يشوف المحطه اللي انا واصل لها حاليا إيه؟ فانا بالنسبه لي انه أنا I came all the way كني ضارب خط مشي من إيمان ولا من رأس الخيمة ووصلت أبوظبي مشي أوكي بتقول أيوة تعبت بس مشيت هالمدة كامل ووصلت تعظيم سلام صح حق صح نفسي صح صح كان يو. بداية بس كموهبة وشي تفكر فيه متى كان بداية صجية السيريوس يعني خلاص السيريوس اللي فكرت فيه بطريقة جدية هو كان هو من 2013-14 كان دائما ان I wanted to take the next step بس كنت صرت ماليزيا ادرس بزنس ادمنستريشن يعني بعد ما خلصت الجامعه بعد ما خلصت المدرسه وهناك ما كان في اي بيئه حق هالشيء okay. يعني انت يلا جاي مكان جديد انت صغير تبى تتاقلم وتبى تتعرف على ناس وتبى تستوي عندك سوشيال لايف فاهم يلا يا تتعرف على نفسك همي كان اكثر على الكوره فكنت ألعب كورة وايد يعني أوكي. همي كان الكورة وكنت أبغى ألعب كورة وايد فمركز على هالشيء وكنت مركز على بس السوشيال لايف بس مرة على مرة أطلع البلاك بيري وأكتب أو أدخل المنتديات أشوف إذا في بعده في أغاني هاك الوقت كان الراب قاعد يموت ما كان في راب عربي قام يموت من 2012 قام خلاص قام يختفي خصوصا في المنتديات صح فكنت أدخل لما أسمع في بطولة أدخل أشوف هذا التسليمات يكون في راب خليجي ولا عراقي أسمع الجروبات القوية وأطلع بس إن I was always like wanted to keep on listening بس الفكرة كانت في راسك عن وقتها بس 2014 قمت أطلع ويا شباب
من ربع هناك سودانيين صوماليين سعوديين وهذا. كنت سير يوم كوالالمبور العاصمة، كنت سير يوم كلبات تي، كنت بسمع راب وهذا. أوكي. كنت سير بس تي أتحمس وراب تي أبى أرقص وهذا إنه بس تي لأنه في إنرجي. في إنرجي. يوم قمت يوم قمت أدور يوم قمت أسمع تراب. أنا ما كنت أسمع تراب، كنت أسمع بس بوم باب قبل معظمها. إذا في تراب بسمع التايجا للوين غاني ضاربة يعني بتي عندي في الرادار. بس ذاك الوقت قمت أسمع مونتانا إيساب روكي إيساب موب، قمت أتغلغل أتغلغل واستغرب شو ها شو ها شو ها شو ها تكتشف هي. فقعد أنزل وأسوي كونفيرجن في الآيتونز لأنه كان عندي آيفون، فأنزلهم كونفيرت أم بي ثري وأنزلهم وأتفيج وأسوي كل يوم أنزل 20-30 أغنية، أقعد أدور على الجديد ريكومنديشن و... فما كنت فاضي ما عندي غير هالشيء أسويه فقعدت أسمع سمعت يمكن فوق 5000 أغنية أو أكثر يعني مور أتوقع لهالفترة اللي وصلتها فالرغبة كانت أنه أوه ساوند شو هالساوند شو هالساوند شو هالساوند شو هالساوند شو هالساوند. رديت هني 16 تخرجت وهذا وسويت أغنية، كنت أسوي أغنية على مرة على مرة أجيب فلوس أروح استوديو أخذوا مني 300-400 وأسوي أغنية خايسة، بس بالنسبة لي أكل وقت كانت أوكيستل بعد أوكي لأنه ما قاعد أسجل فأني أي شيء أسمعه أنه أوكي يطلع فن. فأكيب ذات كونسيستنسي لما 2017 كنت أتريع أن أسافر أمريكا، الوالد كان وعدني أنه بيساعدني أسير أسوي الماستر مالي هناك أوكي. وأنا كل همي كان أنه أسافر ما كنت بارد الإمارات لأن هاك الوقت أصلاً ما كان في سوشيال الحين نفسها وكنت جديد يعني كني قطعت 3 سنوات يوم رديت كني واحد جديد يا بلد جديدة فما كنت باي للسنة كان عندي بس شعور إنه لازم أسافر عشان أبغى أتعلم برا شوفي كنت أقول لا لا برا كان فكرة تعلم ولا إنه تبدأ حياة جديدة في مكان ثاني كنت أبغى أسافر أبغى أسير أشتغل بالنسبة لي إلا أنا هاك الوقت أنا عمري ما اشتغلت كان عمري 22 ومخلص جامعة بس عمري ما دخلت فلوس في جيبي 200 ما دخلت فكان بالنسبة لي أوه إذا رحت هناك بشتغل بيتزا دليفري على الأقل أي شيء بيعطوني $10 في الساعة قاعد أحسب فيها قاعد تقول شيء بطلع 700 يمكن ولا شيء في الأسبوع أنا بالنسبة لي كان خرافي فكان همي إني بس أروح أسوي شيء أسكن بروحي وأنا أتعلم وأشتري العدة ولا أجمع بيزة أسجل عشان I make that happen وإن أتعرف على fashion community عشان أقدر أتصور وأتعرف أتعرف على ناس في المجال to get in يعني hey to get in هذا كانت البيسك point of it. فبعدين رحت وكانت حياة مختلفة عن ما توقعت يعني كنت still trying to survive في أمريكا كانت صعبة بس إنه في آخر السنة أتذكر كنت طلعت لي قرشين وسجلت أغنية عند واحد بورتوريكي هناك تعرفت عليه بس جي راندملي سجلت أول أغنية تراب اسمها هلا بوي ورديت في ديسمبر 2017 يوم رديت تعرفت على واحد ربيعي وصورت ميوزك فيديو دفعت له يعني $1,000 يعني بالنسبة لي لو أحسبها الحين بعد الكواليتي هاك أقول شيء بس طبعا. إنه شو سويت الفيديو وذاتس إت أي ستارتد فاهم كان لازم أبدأ ف ها هي كانت البداية تقدر تقول جانيوري 2018 لأن بعدها على طول سويت أغنية ثانية اسمها تراب ستار وكانت على لحن ديستورتد تراب بس ها كله كان طلع من فترة بقاء يوم جلست في أمريكا كنت أوصل بيتزا وعندي يوتيوب ريد يعني أقدر أفتح فيديوهات كان بلاير فكنت أسمع للبامب وسكي ماسك وهيلا قم نيو إيرا من الساوند كلاود قبل أصلاً ما ينقعون أنا من 2016 وأنا كنت ياس أقدم على الفيزا كنت لقيت هالرابرز طاحوا في إيدي أوكي فأنا كنت يوم أسمع واحد من ربعي هني ما يعرفون منه هيلة صح وأتذكر بعد ما سافرت أمريكا ورديت كان نوعاً ما خلاص الناس سمعت في للبامب وغوتشي جينج والسوالف و... بس أنا كنت دايماً أستيب أهيد بس كانت الكريوسيتي والبحث يعني الأسمع هل شو ها قاعد يقول أنا إيه فكنت دايماً كل ما أسمع أقول كيف الترجمات كيف الترجمها فهاي كانت البداية إنه أبغى أطلع شيء لما أنت بديت والناس تيجي تسمع ربعك أو أهلك أو الناس أنا اللي غنيت لما يسمع شو الرياكشن مالهم أو وجه والله شوف عن أهلي يعني إخواني والوالدة they support it بس إنه مو بإنه أوه شو شغلتوا هاي يعني من وراي يشغلون إذا يبون يشوفون شو سويت ولا شيء بس إنه يعني ما عندهم وايد تعليق إنه شو ها ولا هذا yeah, do your thing okay. you know ربعي يعني من قبل شيء مال تسليك فاهم إنه نايس وهذا زمان يعني بس إنه
أنا وصلت المرحلة إنه I'm just doing me. بس okay. إنه في نفس الوقت هذا التشجيع ما التسليك كان يمشي الأمور okay. فهم. بس حالياً في nowadays الناس دي أشغل حق ربعي أغاني جديدة أخذ منهم الرياكشن اللي أباه. يمكن ما بيسمع ما يسمعوا لي بس إن الرياكشن اللي يأخذهم ياسين يسمعوني يقول لي وي أنت تغيرت وايد ولا هالسطر شو نايس اللي قلته هني وهذا وفي اللي يجيني بروحه يعطيني يعني يشو سم لوف ولا يعني يجيب ما فلاورز بروحه يدش عليه في الدي امز ولا أوكي. هذا والله أنت ياس تسوي تشي 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 بس أنا أقولها لأي واحد يعني إذا سوي أغاني أوكي حلو إنك تأخذ منهم فيدباك وهذا بس إذا أنت ياخذ يا تاخذ زياده عن اللزوم لوف وتشجيع من الناس اللي حولك راح تنخدع ها كلام فاضي أيوه. صح لازم يجيك من الناس ما يعرفوك ابدا ويعني هناك يوم تسمع منهم انت يا تسوي شيء هم ما يعرفوك فما عندهم مصلحه فاذا انت يا تشوف انك قاعد تنزل اغاني في الانستغرام وفي السوشيالز بعدين يدش عليك 30 واحد من ربعك ونصهم بعد ربع السوشيال ميديا ويعطوك ايموجيز ويعطوك تشي 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 يقولوا لك فاير يكبر راسك قصة عمرك يعني صح يعني ما قاعد توصل مكان يعني النفاق يعني في النهاية كلام فاضي وهاي وايد الناس هني يعني حاطه يعني من اول ما رديت من امريكا وكنت اشوفه دائما يعني بين الناس كله تسليك يعني بالضبط. These people they don't really like. في أمريكا تميت سنة كاملة. ها؟ في أمريكا تميت سنة كاملة صح؟ كي تميت سنة وما كملت الأمور هناك يعني ما ضبطت استوت. سجلت هناك سويت شيء هناك؟ سويت سجلت بس أغنية بس كنت قاعد أكتب وايد هناك كنت دائما أطلع تلفون وأكتب لأن قبل ما أوصل للمرحلة اللي أنا فيها اضطريت أن أسمع هالبيتات الجديدة التراب وتميت أكتب بطريقة مختلفة اللي هي أبب أب شيء يعني فلوات مختلفة وهالفلوات ما تقدر بالطريقة اللي هي قاعدين نتكلم فيها ما تقدر تسوي ستراكتشر حق كلامك هذا تسوي ممكن بالإنجليزي بس إيفن بالإنجليزي تشوف شوية اختلاف يعني أقوى إذا أنا بس بالإنجليزي أسهل yeah. إنك تسوي تويكينج للصوت وهذا لأن كنا مطاط أما في العربي لا في قواعد وهذا في قواعد في فأنت نحو. لازم تشتغل وايد وتم تحفر 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 في اللغة عشان تقدر تخليها بلن تقدر تطويها اوكي بمناسبة اللغة الحين انت اللهجة الأساسية جزائري لا اماراتي فصحى اماراتي خليجي يعني فصحى بداياتك الأساسية يعني اللهجة الأساسية جزائري صح؟ اوكي هل واجهت صعوبات انك انت كم مرة حاولت ان انت تغير اللهجة عشان تغني الراب ما تخترت لهجة معينة الوحدة عشان بديت بالاماراتي اوكي فترة طويلة ايه عقب ما جربت الجزائري تغني؟ البداية؟ اول شيء بديت اماراتي عقب دخلت الفصحى عشان أطلع فلوات جديدة لأن الفصحى تخليك يوم تلعب بتسوي ماضي مع مضارع تسوي سويتش لهذا وتمكسه ويا الإنجليزي تبدأ تطلع بديت أبدأ أطلع أوكي. وفي الكوفيد كنت فاضي وايد لدرجة أنه لاحظت أنه لازم أغني جزاري يعني لا عرفت أنه الحين أنه لازم أغني بعد جزاري كان في وايد جمهور يعني يعرف أني جزاري و وفولوز مي وهذا ويسألوني هالسؤال بس مو بعشان هذا الشيء بس انه انا فهمت انه ياخذ ات ميك سنس ان انا اغني بالجزاري بعد او انه حتغير شوي اللون هي هي لانه في الاخير اذا انا سويت كومبينيشن ف ات وركس فور مي انا لو باكر اتكلم اسباني وياباني واتكلم عبري ما بتقول لي لا تتكلم عبري قصدي ان اذا هاللغه عندك هذه لغه صح تراها لغة لو تتكلم أنت لغة الفضائيين هذه لغة تقدر تسوي منها فلوس وكل لغة منها فايدة على فكرة حكومات بتيجي تتواصل وياك أو أنت الوحيد اللي في الكرة الأرضية تتكلم لغة الفضائيين صح. فتعال بنعطيك ملايين عشان تتواصل وياهم بالضبط ما في شيء اسمه اللغة ما أحبها ما صح فإذا أنت عندك الإمكانية تتعلمها ولا شيء أنت اكتسبته تمتلكه خلاص هذا سكيل فنفس الشيء حق اللغات بالأخير أن تخليك انك يونيك اكثر مختلف. لان انت دمور انك تطور من هاللينجو ودمور انك تنوع وتجرب وتخربط بتحصل يور ايدنتيتي ثرو ايدنتيتي خصوصا حق مجتمعنا ولا حق نحن كجيل تربى في الامارات لان في الاخير نحن من مختلف الجنسيات بس متربين هنا في الشارجه في عمان ابو ظبي وكل حتى مال ابو ظبي عقلية مال عمان ومال الشارجة بتكون مختلفة عنهم أيوة ولا مختلفة حتى مال دبي ففي ايدنتيتي تحت لازم نجيبها صح فانت ما تروم تجيبها انك تغني بس جزائري
ولا تغني بس إماراتي ولا تغني بس سوداني. طيب. لا أنت لازم تنوع عشان أنت جميع أفراد المجتمع. أيوة. لأن أنت تعرف ربيعك الفلسطيني، تعرف ربيعك الأردني ولا ربيعك الليبي متربي وياه، يمكن تدش بيتهم وتعرف أشياء وايد. طيب. ريفرنس ولا عن الكلتشر وهذا. طيب. It's part of you. صح. لأن تعرفها فهادي تشد ريفلكت يو نو. اذا انت انا كنت العب في النادي زمان وكل ربعي كانوا سودانيين، معظم اللي في النادي سودانيين، ففتره جت قمنا نتكلم سوداني فنو دايز. انا لما اروح رحت ماليزيا قابل سودانيين هناك، ولا اقابل ناس هني سودانيين يداد في البلد، احنا شنو امان الرصه كيف انه احنا كل عضه وما ادري شو تم تتكلم اياه، قال لي انت كيف انت وما ادري شو بالنسبه لها شيء غريب. الرياكشن مالك ترى قديم يعني، ترى عادي عادي جدا انه يتكلم سوداني، ترى في الاخير سهل هذا يعني اكتسبناه، فاهم؟ ف ذاتس 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 هذا هو وات ات ريبريزنت، انك تكون متربي في الامارات، مو تو ما انتقل توالك 10 سنوات، لا تربيت هني، تربيت وتولدت في المدرسه، في المدرسه ونزلت الشارع، ضربت هني، صرت هني، صرت شرط من الصناعيه، صرت هنا شرط من التاكسي، كل شيء كل شيء، كنت في المول، بس ما ننصح فيه، ما ننصح باي شيء، بس انه it is from part of our story. بس انت طلعت من هني ورحت امريكا وبعدها رجعت بعدها رحت UK. ايه نهايه 2018 رحت قدمت على بريطانيا، لقيت قبول ورحت مانشستر، درست هناك ماسترز ماستر ماركتينج، وكان الهدف نفسه ان ابغى اشرد، كنت بس ابغى اطلع. بشكل عام الصوره المنتشره هو المجال هذا الكوميونتي ماله خاصه في امريكا UK والاقوى اكثر من الامارات او في الخليج بشكل عام. اي بس انا ما رحت هناك عشان ان او البلو اب هناك ولا او الميك ماي نيم هناك مثلا، هناك السبورت اقوى من هني. سبورت حق منو؟ سبورت حق واحد عربي يغني عربي او يغني انجليزي كوكتيل. ايوه سبورت حق هذا الشخص، بس حتى حق هذا الشخص عنده منافسة 10,000 أصعب من إنك تكون في الوطن العربي. بس بشكل عام هناك المجال هذا متقبل هناك بكثير أكثر من الخليج. صح. سواء بأي لغة ثانية هناك المجال هذا هو منتشر. صح. بس هناك لازم تكون موهوب 10 مرات عن الموهبة اللي تكون عندك. جديدة. إذا أنت موهوب هني بليفل معين هناك لازم تكون 10 مرات موهوب أكثر عشان توصل. هناك أحلى، تحس إنه يكون أنت جبت الشيء بصعوبة تحس بطعمه أحلى. والله ما أعرف أنا هذا، ما أعرف أنا أتوقع أن wherever you are إذا حصلت المراد والجني الثمار تعبك that matters. سواء استميت مانشستر سنتين أعتقد، صح؟ درست مانشستر سنتين بعدين الكوفيد ياك، تخلصت رديت عقب ما حصلت الفرصة أني يتم هناك مرة ثانية، كانت آخر فرصة الوالد أنه يبي يسوي لي سبورت، فاقنعته مره ثانيه انه يرسلني بريطانيا لانه كان تغيرت القوانين مال الاميجريشن، وانه تقدر تاخذ نفس نقول جرين كارد سنتين بعد التخرج. فاقنعته اني اسافر مره ثانيه، وسافرت بعد 2021 نهايه 21 سافرت مره ثانيه بريطانيا، سويت ماستر ثانيه فاشن اند بزنس. بس خلاصه السفره كانت اكسبيرينس بشكل عام في حياتي، يعني ما كانت ان الوايت مان علمني شيء صح. ولا نقص ولا أي شيء، بس سالفة أني سافرت فهمت أن الكنز مو لازم يكون هناك، ولا أن ما تعلمت شيء هناك، تعلمت اللي تعلمته. Now it's now for you to navigate، أنت اللي لازم أنك تعرف كيف ترسم الخطة مالتك في الأخير صح. أنك تروح هني ولا تروح هني، ولا تأخذ جوتي طر 10 مرات تتحرب تلعب فيه أفناء شيء مرتبط فيك أنت. أيوة مرتبط فيك شخص، مرتبط في المغروس داخل. أيوة إذا أنت بتتعلم أكثر بتطور أكثر وإلى آخره، هذا أهم شيء. بعد أنا رجعت سنين فكرت بالاستقرار خلاص نتيجة سنين. أنا اللي خلاني أرجع من الأشياء المهمة هما شيئين، العيلة إن سوي لهم سبورت لأن محتاجين السبورت، وشيء ثاني إن الميوزك، إن أنا to make it لازم أكون في الماركت، لازم صح. أكون بين الأرض والجمهور، فاهم؟ غباء إن مثلاً أنا بسير هناك وبتم بقول إن البرايورتي مالتي الأولوية إن أنا أني أسوي أغاني وإن I blow up you know ما you will not make it. ما فكرت بالاستقرار هناك سواء في أمريكا أو بريطانيا؟ أفكرت بس إن الرغبة في أني أي أقدر إن أسوي شيء وأروح وخلاص، أركز في شيء ثاني، أستوي فارمر ولا أتعرف على ماريا أدخلها الإسلام وأتزوج وأدور لي على دوام خلاص. بس أنا اللي لاحظته
خصوصا لما تكون متربي في الامارات بالتحديد غير عن انك في السودان في الجزائر في اي مكان ثاني، ان اللايف ستايل ولا الناس اللي هناك وهذا تحسسك تعبت على شيء واحد. لا لا لا، اللايف ستايل هناك تعبان. رحت ماليزيا بعد ماليزيا كان نفس الشيء. ماليزيا كانت ما اقدر اقارنها لان كنت في كوميونتي وكنت في بابل وكنت عايش على مصروف وكان مغطيني في كل شيء وكان عقلي صغير يعني ما افكر في وايد ابعاد، ما كنت افكر في باكر، كاني قاعد في المدرسه كل يوم بيومه. كنت اشوف شفت وان بيس 30 يوم 12 حلقه 14 حلقه في اليوم فاهم. فكله شيء يعني ما كان حبيب العب اربع الساعه 4 الفجر، العب الساعه 6 الفجر، العب الساعه 2، العب الساعه 4 يعني اربع ثلاث مرات، اتسبح مرتين واروح العب كوره. فكان في طاقة وشي ألعب دومينو طول اليوم لين الساعة 4 الفجر، أكل سمبوسة وشي يعني ما يخصه فهم. ويا حواري جد ما الحواري جد إيش بنا وما أدري شو وشي يعني كنا ما الفرجان هنا كنت عايش. يا كانت صراحة جنة هال simplicity بس كان جنة غير. بس أمريكا أمريكا بريطانيا أنا بالنسبة لي أنا كشخص اللي تربيت عليه في الإمارات وهدفي كميوزيشن غير هناك. سؤال قبل النهاية أوكي، بما أنه أنت انتقلت أكثر من دولة ماليزيا أو عشت وتربيت في الإمارات والحين أمريكا ويوكي، هالشيء كيف قدر يحصل منك؟ أنه أكيد طبعاً بيساعدك في إخراج الكلام اللغة كلامي؟ لا 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 يعني طبعاً أكيد أنت في كل هالرحلة في يوم في أيام أنت انكسرت فيها أزن زاد في أيام تكون فيها واو تحس نفسك تعقوة واحد، فكيف هالشيء كان يساعدك أنك يرايد تكتب؟ شو أقول لك الصراحة ما كان عندي نفس الستوري نفس أي رابر من ناحية الموضوع يعني إذا انكسرت انكسرت، إذا صحت صحت، إذا حسيت بالوحدة حسيت بالوحدة. ما كنت أن أروح أقول أنه بروح أفرغ هالشيء في الراب. أنا بالنسبة لي كان إذا رحت أبا أكتب أنا رايح لأن أبا أطلع فلو جديد. يعني ممكن يكون حزين جدا او مكسور وتطلع، لان في ذاك الوقت بداياتي كلها ما كانت كتابتي على المشاعر. اوكي، كان هدفي اخترع فلوات او اطور فلوات. فالهم شيء عندي الايقاع الباونس الفلو الكيدنس يو نو، هذا اهم شيء. يعني ايست كوست كاني طالع من الايست كوست، ايست كوست خليط مع اتلانتا نو ديس وام نفولي مركز على دن هل you know ميلوديز. حتى الميلوديز هاك الوقت ما غني، فما كان عندي تفريغ مشاعر. حاليا اوكي عندي القابليه ان اسوي ان اطلع شيء you know، بس انا ما اعتمد على الميوزك ان اطلع فيها مشاعري you know. اوكي اطلع هناك طاقتي ايوه، امر باشياء كثيره خلاص تحس ان في اكسبيرينس زياده، فلما تيجي تسمع اغاني ها في انسبيريشن ما تعرف من شو بالضبط بس انه اوكي فاهم، انت كانك رحت الجيم عضلات الحين عندك طاقة. أوكي. You know بس هذه هي this is the way I see it. عند الأدرينالين عندك بيطلع فوق أول ما قدام المايك خلاص. شوية شوية صعب إنك تطلع أدرينالين لأن أنت تم تكتب يوم تخلص ال 16 بار وتم تغنيها هني تتحمس مرة ثانية، لأن مرات تتعب وأنت جالس تكتب وشي مرة I get distracted وهذا وشي والبيئة وهذا، بس إن يوم أخلص 16 بار وتكون نار أو أسجلها وأسوي تست هني أقول أوكي I catch the flow. بس الحين تتحمس للكروت، عندنا فقرة مع الكارت أوكي أسألت أي توكس و you're gonna face it. Let's go. Let's go. Let's go. طبعا ما في شخص معين واحد، بس إذا في واحد بقول اسمه لأنه دائما يرجع على راسي T-Mask the Slump God. وانت بطير والله تعلق شو الكروت يا اخي، والله ما اعرف شو اللي يهمني، اي شيء ممكن يلهمني يعني، ما بقول لك والله سيارتي تلهمني ولا ابي يلهمني ولا الكلب مالي يلهمني، اصلا ما عندي كلب، ما اعرف، ما عندي جواب، اي شيء يلهمني. حاسس نفسي هي سوكا، والله ما اعرف، انغدرت وخلاص بكيت ولا بعدين خلاص يعني مو هون، حياة مستمرة، بتنغدر اليوم تنغدر بكرة وبتنغدر بعد بكرة عادي، تقبل الموضوع يعني. أنتو
نورت اليوم برو، شرفنا بصراحة. شكرا لك استاذ برو، نايس تو ميت يو والله. شيت يا دمار. كيف كانت الأسئلة؟ كيف كانت الحلقة؟ 100% والله ينجو الصراحة. شو رأيك في الفقرة الأخيرة؟ هاي أول مرة نسويها، أنت أول شخص نجربها يعني فيك تجربة. والله الفقرة جدا ممتازة، عندها بوتنشل، بس اللي ماسك حاليا الموضوع. أنت تسوي ديزاين؟ أتكلم أنت تسوي قصة سعيد والله مكتبة. منو حاط الاسئله؟ يبغى ضرب، يبغى لازم ارجع للمدرسه، يبغى اللغه العربي ضعيف. Well, thank you both so much. No worries. Thank you. Allah. Love. See you soon, inshallah.